السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إني أحبكم جميعا في الله. هل كورونا تصيب الطيور؟ هل تصيب الحمام؟ السؤال ده أنا سألته لنفسي كتير، وقعدت أدور وأعمل سيرش وبحث، وقعدت أدور يمين وشمال لحد ما وصلت إن الطيور ربنا سبحانه وتعالى وبالذات الحمام حاميين. انت عارف انفلونزا الطيور الفيروس الشهير اللي بيجي كل سنه ما بيجيش للحمام، الحمام ما بيجيلوش انفلونزا الطيور. ليه؟ درجه حراره جسم الحمامه بتوصل ل 40 درجه مئويه داخليا، تمام؟ فالحمام بيستحمل درجات الحراره العاليه، فبالتالي جسمه غير مؤهل انه يصاب بانفلونزا الطيور. فعلى نفسي انها ممكن، هو مفيش حاجة أكيدة، وطبعا إن شاء الله خيرا، يعني لحد دلوقتي مفيش أي حاجة في العالم كله. زي ما أنتوا حضرتكوا عارفين إن كورونا سجلت في جميع دول العالم إصابات، بس لحد دلوقتي محدش ربطها بالطيور، وخاصة الحمام والعصافير والطيور اللي احنا بنربيها في البيت، تمام؟ إنما الأنفلونزا الطيور ارتبطت بالفراخ، بتيجي في الفراخ اللي في البيت، وبتيجي في البط، وبتيجي في الحاجات دي، بس ما بتجيش للحمام، تمام؟ فاحنا إن شاء الله نطمن شوية. بس لحد دلوقتي مفيش أي حاجة ظاهرة في العالم كله، ولا في أي خبر لا على جوجل ولا على التلفزيون ولا على الراديو ولا على الإذاعة ولا أي حاجة تقول إن في طير اتعرض لفيروس كورونا، تمام؟ جه بقى علينا إحنا بقى إيه الدور علينا إحنا؟ الدور علينا إحنا إزاي؟ أي حد ممكن يختلط بأي حد تاني لازم ياخد الاحتياطات بتاعته، يعني أنا مثلا واقف في محل، تمام؟ بيعدي عليا ناس كتير، طب هل لو جان واحد مثلا جاي من شرم الشيخ او مختلط باجانب وجاني انا المحل، انا هعرف؟ انا مش هسال كل واحد انت جاي منين ورايح فين، بس انا اخد احتياطي. اللي بعمل ايه؟ البس كمامه، البس قفازات او جوانتي في ايدي، وابدا اتعامل مع الناس. طب ليه؟ عشان احمي نفسي واحمي الناس اللي بتجيني، تمام؟ ده ضروري جدا جدا. المفروض برضك واجب على حضرتك نفس النظام، لو حضرتك بتتعرض او شغلك بيفرض عليك ان انت تقابل ناس كتير، فانت لازم برضو تاخد الاحتياطات جامد جدا على اساس ان انت وتقي نفسك من الاصابه، لان انت مع تعددك مع الناس ممكن انت تصيب نفسك وتصيب اهل بيتك وتصيب الناس اللي كمان اللي بتتعامل معاك، بمجرد ان واحد بس عنده الفيروس بدا ينقله لك. الكلام دوت رسمي واكيد. الفيروس مش خطر، الفيروس بيموت تحت درجة حرارة حاجة وعشرين، الفيروس بيقعد 14 يوم لجسمك عشان يظهر عليه، ممكن يبقى موجود او ممكن ما يكونش موجود، ولو موجود بالفعل وخدت الرعاية الصحية المناسبة ليك هتقدر تخف منه. بس الفكرة كلها ان انتشاره سريع، فلو حضرتك تخيل معايا كده ان لا قدر الله واحد نشره لأهل بيته، وأهل بيته نشروه للعائلات التانية اللي أختها وأمها وغيره، وأنت نشرته لأخوك ولأختك وهكذا. أنت عارف الحكاية بتنتشر إزاي؟ بتنتشر بطريقة بشعة. فأي دولة في العالم مش هتقدر تاخد الكميات دي عشان تقدر تديها الرعاية الصحية عشان يبدأ يخف. فبالتالي هتلاقي زي ما حصل كده في إيطاليا، الناس واقفة بالطابور وكمان بتعمل قرعات عشان اللي يخش على جهاز التنفس، فده صعب جدا. ربنا لا يقدر عليكم ولا يقدر على أي حد من البشر، إن شاء الله محنة وتعدي، بس لازم ناخد الاحتياطيات اللازمة، ولازم نحمي نفسنا ونحمي أولادنا وكمان نحمي طيورنا، تمام؟ أهم حاجة في الفترة اللي جاية دي نستعمل مطهرات كتير، نستعمل الكحول بيطهر، الكلور بيطهر، اي حاجه فيها حلويات زي الصابون والحاجات ديت بتطهر. حافظوا على نفسكم، اغسلوا ايديكم كويس. اي حد بيتعامل مع اي حد في مجال شغله بيفرض عليه ان هو يتعامل مع حد لازم كمامه، قفازات، لازم يطهر كل شويه، لازم يغسل ايده كل شويه. الحاجات دي يا جماعه حاجات بسيطه، بس بالله عليكم ما تستهونوش بيها، الحاجات ديت حاجات مهمه جدا جدا، وان شاء الله ربنا يحمينا ويحميكم ومن كل أذى ومن كل بلاء، وهي فترة هتعدي، وإن شاء الله بإذن الله كل الأمور ترجع لمجراها، وبإذن الله رب العالمين ما يسيبناش أي مكروه. الحاجة التانية اللي كنت عايز أتكلم عليها، ما تخافش من حتة الوسواس اللي هنا عند الطيور، ممكن الطيور يجيلها، صدقني إن شاء الله خيرا مفيش أي حاجة. إحنا بس نهتم اليومين دول بشوية النظافة وشوية المطهرات. اطلع عند الحاجة بتاعتك عند طيورك، اطلع عند حمامك، طهر نفسك بعد ما تخلص. الحاجة العيانة زي ما احنا قلنا في التسلسل بتاع طريقة العناية، لو انت عندك حاجة مريضة في الحمام، الحاجة المريضة دي انا بعزلها لوحدها، طيب الحاجة المريضة ديت لما اجي اعزلها واحط لها الادوية اول امتى؟ ما ينفعش اول ما اطلع اروح على الحاجة العيانة وافضل اديها الادوية بتاعتها، لا، الحاجة العيانة دي بتفضل اخر حاجة، بخلص كل الحمام بتاعي زي الفل 100 100، وبعد كده اخر حاجة وانا نازل خلاص اوريدي نازل من على السطح او نازل من المكان اللي فيه الطيور ابدا اعالج الحمام بتاع المريض. طيب ليه؟ عشان المرض ما يتنقلش
يعني انت لو دخلت الاول على الحمام وحطيت له العلاج بتاعه على حاجه ممكن تنقل المرض في ايدك لباقي الطيور كلها اللي انت لسه هتعدي عليها، انما انت لو خليته للاخر كده انت خليت العدوى ما توصلش للحمام السليم. تمام. طيب بعد ما تنزل من عند الحمام، دي ضروري جدا، اول ما تنزل من عند الحمام تخش على الحمام على طول تشطف تغسل ايدك بالصابونه كويس جدا جدا، تطهر نفسك وتعكر نفسك جدا. طب ده ليه؟ عشان خاطر نفسك وعشان خاطر اولادك وعشان خاطر اي حد انت بتتعامل معاه. الحاجات دي ضروريه جدا جدا، وهي دي هتخلف به اصلا في تربيه الطيور سواء حمام او سواء غيره. الكلام ده احنا قايلينه من زمان بس بنأكد عليه دلوقتي لخطوره الامر. الامر خطير وما ينفعش نستهان في اي حاجه. تمام. طيب لو انت رحت تشتري اي مطهرات هتلاقي الحاجات دي كلها دلوقتي غاليه في السوق، لان الناس بقى في اقبال عليها وتلاقي الحاجات دي كلها غاليه. الحمد لله بفضل الله في حاجات كتير جدا جدا، حاجات بسيطه وتعتبر مطهره جامد جدا جدا. انت عارف انت لو جبت الكلور بتاع الغسيل، الكلور الابيض ده، ولو حطيت منه 1:9، يعني انت مثلا خليت العيار 10 خليت 1:9، ده بيقضي على الفيروسات، بيقضي على فيروس كورونا. تحطه في بخاخه وترش. تمام. وفي نفس الوقت مش مؤذي لحضرتك، يعني مش مؤذي للجلد او مؤذي لاي حاجه. تمام. ده حاجه من ضمن الحاجات. عايز تزود الجرعه شويه ممكن تزود الجرعه شويه. طب الكحولات، الكحول اللي احنا بنحطه على البرفن والحاجات دي برده حاجات جميله وحاجات مطهره ممكن نستعملها. الصابون، جميع انواع الصابون جميل ومطهر وعشرة على عشرة. تمام. الاولاد، انا عن نفسي خلاص عيالي ما بقدرش اطلعهم دلوقتي فوق على السطح وما بطلعهمش بره خالص، يعني يمكن السطح امن عليهم من بره. طب ليه؟ لان السطح الحمد لله في طيور بس الحمد لله ما فيش اصابات ولا اي في اي حاجه، انما بره ده انا ما اضمنوش، ممكن اي حد بره يكون حامل الفيروس يجي يسلم على ابني يجي يبوسه ويجي يعمل له اي حاجه ينقل له العدوى. انا عيالي ما بطلعهاش خالص بره البيت اليومين دول بالذات، نحافظ جدا قدر المستطاع. انا الوحيد اللي بطلع، ولما بطلع بطلع بكمامه عشان احافظ على نفسي واحافظ على الاخرين. ضروري جدا يا جماعه، معلش طولت عليكم في الفيديو ده، بس صدقني انا من كتر حب ليكم وان شاء الله خيرا وجميع البشر باذن الله خيرا وموجه وتعدي وان شاء الله. معلش هو الجيل بتاعنا ده مصاب وشاف حاجات كتير جدا جدا وشاف صورات حتى الظواهر الطبيعيه، امطار وسيول اول مره نشوفها، وكمان جه فيروس كورونا. يعني الحمد لله احنا شفنا كتير قوي الجيل بتاعنا وكل الناس اللي عايشه اليومين دول شافت كتير قوي. ان شاء الله خيرا، ودي بشرة خير، المؤمن دايما منصاب وان شاء الله خيرا. ادعوا وانتوا بتصلوا ان ربنا ان شاء الله يفرجها. انت عارف احساس فظيع قوي لما ينادوا على الصلاه وبعد ما يخلص الاذان يقول الصلاه في بيوتكم الصلاه في بيوتكم، والله العظيم حاجه فعلا تقطع القلب. والله العظيم انا لما باجي اسمع الكلمه دي بحس ان خلاص الايام هتقوم. الموضوع يا جماعه شديد، الموضوع شديد، بالله عليكم حافظوا على انفسكم وحافظوا على اولادكم وحافظوا على احبابكم، الموضوع خطير. وان شاء الله خيرا وان شاء الله يعدي على خير. تحيات ليكم واني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.